السلام عليكم أهل الفلاوان، جيسبر كو زالي توس بيان. اليوم فيديو جديد نطرق فيه لطلب مشتركة طلبت مني في التعليقات ندير لها تقسيم ميزانية 1.5 مليون، 15000 دينار، أي 1,500,000. قالت لي في تعليقها ميزانية 1.5 مليون ل7 أشخاص وهناك طفل يدير ليكوش. دونك نبدأ، نتمنى تتبع فيا ويعجبها هذا التقسيم. بيان سور انا نقول لك اختي ولا حبيبتي، بيان سور انا نقترح عليك هذا التقسيم، بصح انت يمكن لك تبدلي فيه ولا تغيري فيه ولا تعدلي فيه، اي تمضي فيه الاشياء اللي ما تحتاجيهاش بالك، ولا ما تستعمليهاش، ولا اشياء ما تاكلوهاش ولا ما ياكلوهاش افراد عائلتك، دونك يمكن لك التغيير فيها. دونك نتمنى برك تفهميني ويعجبك هذا التقسيم وتكوني راضية عليه. دونك بسم الله نبدأ بالمواد الأساسية. الآن المواد الأساسية درت لك 400000. 400000 هذه تشري بها كلش، ونضمن لك بلي يخلص تكملي شهر باتساع، وميم يبقاو لك حاجات منه. دونك كيفاش ديري؟ انا الفكره نتاعي دونك ديري 5 لتر زيت، على بالنا بلي نحتاجو الزيت بزاف. دونك 5 لتر زيت، ومديت لك الاسعار باسكو على بالي بالاسعار، انا شخصيا نشري لروحي دونك نعرف جميع الاسعار. وقبل ما نقول لك تقسيم ننصحك ولا موني دي تشري دائما في لي غوند سوبيرات ولا لي غوند سيرفاس باش تنقصي على روحك بزاف حوايج. هذه نقطه. والنقطه الثانيه ولا الدوزيام بوين، ش تو كونساي تشري بالميزان باسكو تنقصي هذاك الثمن تاع لومبالاج. هذه هي ستادير حيله من حيل الاقتصاد. دونك 5 لتر زيت على حسب المناطق، هناك مناطق وين في لي غون سيرفاس تباع 50000 52000، وهناك في الحوانه 58000. انا درت لك 58000، وانت ان قدرتي تشريها اقل احسن لك. شكار سميد تاع 25 كيلو 100000. علاش هنا اختي قدمت لك شكاره تاع سميد 25 كيلو؟ باسكو كي يكون عندك 25 كيلو سميد، يعني il va te donner l'opportunité ولا تمكنك من استعمالات عديدة، بمعنى تفتلي طعام، تديري البركوكس إن حبيتي، تديري المطلوع، تديري الشخشوخة، تديري البارير، تديري خبز الدار، تديري هذاك الكسرة، تديري يعني بزاف حوايج. مهم جدا تكون عندك شكاره سميد تاع 25 كيلو باش تلقاي راحتك فيها، ودي ولو كان تبعي هذيك الطريقه يعني تقتصدي بزاف حوايج في دارك بلا ما تحسي عليهم، وتوفري في الدراهم. دونك فوالا 2 طماطم مصبره. الان 2 غروند بواط، يعني لي بواط الكبار على حسب لا مارك بيان سور. انا درت لك 36000، ويمكن لك تشري 3 صغار 11000 الوحده، دونك تسقم لك 33000.
5 كيلو فارينة درت لك هنا اكسبري تاع الميزان، ما تشريش كما قلت لك لومبالاج استدير لي برودوي امبالي، بمعنى ما تخلصيش هذاك لومبالاج. ميزان تدير 3000 ب 15000، 5 كيلو سكر 36000، نيش كير ملح 6000، خميرة الخبز 9000، خميرة كيميائية 5 دينار الوحدة دونك تشري 10، كيلو عدس 15000، وهذاك الصغير يدير 13000 كيما حبيتي الشي اللي تحبو تاكلو. كيلو لوبيا 25000، يعني 25000، رطل حمص يدير 22000 الكيلو تشري رطل ب 11000، كيلو الروز مفور ب 12000 يعني 12000، رطل عدس احمر على بالنا باللي كاع نحبوا لي سوب دونك وبنين بزاف ب 9000، الكيلو يدير 18000، 2 سباغيتي ب 14000، 2 مقارون ب 14000، وحده تليتلي ب 7000، توابل كيما حبيتي تروحي يا اما ديري 200 دينار يعني 20000 مخلطين هكاك، ولا تجيبي 5000 بليغو اللي تحبيهم، وواحده مارغارين 7000 للطلي. المجموع يسقم لك 399000 ويبقى لك 10 دينار. هذه هي دوكا نرجعوا لي وهذو لي بريورتي انا استدير داكتواليتي كيما نقولوا درت لهم لا ميزاجور، يعني يديروا في هذا اليوم يديروا بهذه الاسعار، ما تقولي ليش باللي ولا واحد يقول لي هذو الاسعار في الشهر الماضي ولا لا لا، هذو الاسعار داكتواليتي. دونك اللحوم هنا اللحوم داير انا شريت وعلى بالي باللي بسعر كل حاجه. دونك دجاج علاش كتبت لك الزوج دجاجات ولا اثنين دجاجات دونك ب 120000، علاش باسكو البولي دوكا يدير اونتر 29000 و 30000 دونك على حسب المنطقه اللي ساكنه فيها. تجيبي دجاجة تاع 2 كيلو تسقم لك ب 60000، اذا 30000، اذا 29 ولا 28 تسقم لك موا. دونك قدمت لك الماكسيموم دونك 30000 ب 120. لحم مفروم تجيبي 40000، سمك 40000، فوالا المجموع 200000. مواد التنظيف انت اللي على بالك واش تستعملي، دونك قست لك 100000. الخضر والفواكه الحمد لله الخضر رخيصة وتجيب لك كمية كبيرة 100000، وتزيدي فاكهة معها تشينا راهي تدير 10000 و 9000، دونك لكل أسبوعين تديري 100000. ليكوش تاع الطفل تاعك مديت لك 120000، أنا شخصيا نشري هذوك تاع بوبون الكون باكي تاع 40 وحده، دونك الواحد يدير 38000 في 3 يسقم لك موان 220000. دونك الفواتير درت لك 250000، غازو كهرباء تحط 120000 على بالنا بلي تجي بثلاثة اشهر دونك 120000. الماء درت لك 30000، و لا كونيكسيون درت لك 100000، انا ما على باليش ان انت اللي تخلصي لا كونيكسيون هنا ان توفري ولا ماشي انت اللي تخلصي هادو، دونك توفري في 100000 ولا تزيدي بهم حوايج واحد اخرين انت الادرى بالظروف نتاعك. بالنسبه للحليب والخبز درت لك 210000، الخبز درت لك زوج خبزات في النهار في 30 يوم تعطي لك 60000، والحليب درت لك زوج شكاير في اليوم دونك 5000 في 30 يوم تسقام لك 150000. هنا حبيبتي ندلك نصيحه، يمكن لك تشري تبعدي كاريمون عن الحليب شكاير، تجيبي حليب المجفف. حليب المجفف تجيبي حتى 3 كراطن ولا هذاك تاع الميزان يسقام لك موان شير ديجا سولون لا مارك
و ديزون كو الكارطون الواحد يدير ب اونتر 32000 34000 دونك اونتر ديجا لو كنت تجيبي زوج يسقامو لك 75000 شحال 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 ممكن لك توفري هنايا بزاف دراهم توصلي حتى 70000 لو كان تعتمدي على الحليب المجفف. فوالا وهنا يبقى لك من المجموع يبقى لك 20000 هي حلويات للطفل نتاعك. فوالا نتمنى ما نسيت حتى حاجه، نتمنى يعجبك هذا التقسيم وهذا الاقتراح اللي مديته لك. دو توت فاسون الواحد يكون شاطر في دارو ويحاول قدر الامكان يسير ويوفر ويتقشف شويه. هناك بعض الحوايج ممكن تقشفوا فيها ونكونوا مرتاحين بزاف. فوالا مابقى لي غير نقول لك ان شاء الله ان شاء الله يعجبك هذا التقسيم وتعتمدي عليه ويخرجك لي خير. تفاصيل مليون ونص لسبعة افراد ماشي سهل، خاصه عندنا ميم لي كوش تاع طفل ربي يخليه لك. و لكن هذه هي المراه تتقشف، هذه هي. دونك ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء.